السلام عليكم. قيس سعيد انتهى وفاء. مسألة وقت، قريب توفى السخانة هذية وينتهي السبات الصيفي تاع التوانسة ويرجعوا التلامذة والطلبة، ويجي ديسمبر المر ويخلط عليه جانفي اللي أمر وأمر. ديسمبر وجانفي اللي قهروا مستبدين ومستبدين قبله. على كل حال، هي مسألة متاع وقت وسينتهي. هو تو شفت السردوك وقت اللي يذبحوه ويقعد فيه شوية روح يبدأ يفرفط. قيس سعيد ما يشبهش للسردوك هذاك. قيس سعيد يشبه للذيل، حشاكم بتاع البوكشاش وقت اللي تضربه يتقص يقعد يفرفط ويرف هكاك وحده. هو توا قاعد يفرفط ويرف كما الذيل بتاع البوكشاش، يزيد شوية ويركع. واحنا طبعا كتوانسة متحضرين، مانيش باش نعملوا له مثلا كما العقيد نحطوا له عصا ونقتلوه بالضرب وكذا. احنا ارقى بكثير من هكا. احنا باش نتعاملوا معاه كما نتعاملوا مع الذيل بتاع البوكشاش، باش نسكروا خشمنا على انتونا متاعه ونهزوه ونرميوه في اقرب بوبالة، من غير ما ننساو طبعا ان باش نبزقوا عليه. حاشاكم، شكرا، والى لقاء قريب ان شاء الله.